كان يا مكان في قديم الزمان ملك البلاد جعفر اللي في إيده حكم أكبر ممالك العالم. اختار أصغر أولاده الأمير سلطان لولاية بلد في آخر المملكة اسمها الجوهرة. الأمير اتضايق لأنه ما كانش عاوز يبعد عن العاصمة، فجدته علشان ترضيه ادت له خاتم الجد الأكبر. سافر الأمير بلاد الجوهرة وكان في انتظاره كبار رجال البلد ومعاهم الحكيم شهار اللي لمح الخاتم وقرر يحكي للأمير سره. الخاتم ده مفتاح لكهف مهجور وفيه كنز كبير، وده كان السبب إنها تسمت بلد الجوهرة. علشان كهف الكنوز يتفتح لازم شخص معين اللي يلبس الخاتم، ومحدش عارف يلاقي الشخص ده لحد دلوقتي. في محاولة إنهم يعرفوه جابوا بلورة سحرية وحطوا فيها الخاتم علشان تحدد المواصفات المطلوبة. عرفنا إن الشخص ده موجود في إعمار، علشان كده قررنا نعمل مجموعة تدريبات تكشف لنا مين هو بالتحديد اللي هيفتح كهف الكنوز.